مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذه الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تي في، ونبدأها من يومية الأحداث المغربية التي خصصت صفحة كاملة لزيارة الملك محمد السادس لجمهورية السنغال. اليومية تكتب: محمد السادس ينتقل من العاصمة دكار إلى قرى الشمال السنغالي، وتحت عنوان: إمارة المؤمنين تكرس عمقها الروحي وبعدها الإنساني في السنغال. تطرقت اليومية لأهم الأنشطة الملكية بهذا البلد الإفريقي الشقيق. وإلى يومية المساء التي تعنون احتجاجات بالناظور بعد اختطاف تلميذة واغتصابها، وتوضح اليومية في تفاصيل الخبر أن اختطاف تلميذة واغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف أحد المجرمين من ذوي السوابق القضائية مساء الجمعة الماضي أجج غضب سكان الناظور، حيث خرج مئات المواطنين من سكان الترقاع وتلميذات وتلاميذ ثانوية الفطواك الإعدادية، واحتشدوا بمحيط مقر الشرطة القضائية. خيانة زوجية تقود لاكتشاف أسلحة نارية، عنوان اخترناه لكم من يومية الصباح. وتكتب اليومية في تفاصيل الخبر أن بحث جنائي لعناصر مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية سخيرات تمارة نهاية الأسبوع أثناء إشعارها بخيانة زوجية. وتضيف اليومية أن صورا بهاتف الموقوف الرئيسي ساهمت في حجز مسدسين وخراطيش إيطالية الصنع. ونختم من يومية أخبار اليوم التي أوردت خبرا تحت عنوان: مصرع وزير مغربي في داعش. اليومية كتبت أن مغربيا يدعى أبو مامون المغربي، والذي وصفته المواقع الجهادية التابعة لداعش بوزير العتاد، سقط في مواجهات مع الحشد الشعبي العراقية بحر الأسبوع الماضي. تفاصيل هذا الأخبار وهذه الأخبار وأخبار أخرى تجدونها في الصحف الوطنية. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الجولة الصحفية قدمناها لكم من قناة شوف تي في. شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. Abonnez-vous à la chaîne Diana sur YouTube ou partagez le contenu sur les réseaux sociaux. Ou bien maintenant, ça vous dit que j'aime. Ou là, vous pouvez voir sur la chaîne Chouf TV un simple clic sur le bouton. Ou ma fille à base, il a fait un petit peu de temps pour vous faire un petit peu de temps.